بين المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي مجمع الصحة الأساسية أحمد القروي بالقيروان، حملة تقصي لفائدة الأطفال التلاميذ والكشف عن العينين اللي يحتاجوا لنظارات طبية. عدد كبير جاءوا وثم صارت بعض الإشكاليات اللي استوجب تدخل الأمن حضور تعزيزات. باش نتابعوا مع بعضنا شنو المشكل بالضبط. مليح جا نصف النهار قال لك كاو ثم عاش عندنا دواء، هما دواء جايبين وما عندهم كلام، ثم اللي جاي من شبيكه ثم جاي من سبيكه ثم جاي من معتمديات مختلف معتمديات، ولا هنا هما ضرب البنيه وما ثماش يقول لك الدواء. هذه ما سمعش تو كلام تعطوهم غاديك في المدرسه تعطوهم اوراق باش يجوا للطبيب، لهنا ما ثماش. شوف الشطر نتاعها روح والداخل يا ربي تدخل تصور على الشباك تو تشوف قداش الداخل، وهنا نقول لهم برا روح ما ثماش واحد ما ثماش دواء، والدواء جايبينه من عندهم من الصغار. شنو هو الدواء بالضبط هذا؟ ثم دواء تاع قطره باش يقصوا لهم بها نظر، جايبينه من الاهالي عند الاهالي من عندهم، وهو لهنا يقول لهم معاش دواء معناها باش الناس تروح ونعرفش باش يوم يروح ولا الله اعلم كيفاش. كي تحكي لي انت مثال شكون جبت معاك؟ عندي بنيه جبت هاي الدور من باب الباب تو انا قاعد نستنى هي وامها الدور من باب الباب باش تدخل. وما شوف الكبير مسكر خصيته على القرايه اليوم وجيت سكري على القرايه يوم يقول واحد مبطل خدمته ومبطل كذا ولا يخدم شيء هذا توين هم كي مش يعملوا مش يعملوا نهار وهم يعملوا نهار على قاعد باش يجي من ساعتين من زمان يقول كان يمروح انت كي انت كي عامل نهار عامل قافله نتاع نهار مكملها ولا بالكلمه هي عاملين معنا عاملين قافله وما ثم حد شيء اربع كعبات وروح يعني مش يعمل قافله تقيم على قاعده ولا مش لازم هاني قداش عندها هاني من 28 28 جوا فهمني امشي ايجا امشي ايجا نسكنوا فهمني ولا في الحجه ما تجي من غادي يحب لك تاكسي 2000 فرنك ولا 2500 كل يوم ايجا ارجع او بعد شهر بعد شهرين قالوا اليوم مش يعد مع القلق العينين اذا كان ما عادش تخزر بها مسكين تو هذه المرايات بعد زدت كي بدلتها لها فهمني وعينيها توجع فيها زدنا فهمني ولي هاو من وقت ايش من عندك قلق في عينيك انت عندك قلق كيفاش شنو بالضبط؟ توجع فيها شوي ولا عينيها بعيد قول له كيفاش توجع فيك عينيك؟ عندك بعيد عند عيني اليسرى وكل يومنا كالشبكة الشبكة نتاعها جيت اليوم على اساس على امل انه تلقاو معنا فحص وباش تعدي ماخذين موعد من 28 جوا ريت وبالطبيب زاده باش نعدي عليها الطبيب معناتها كا ارجع ها وشي ما نجمتش مرحبا بكم على اذاعه الحياه تفهم دكتور مرحبا اليوم ثم حمله لفائده الصغيرات الفحص العينين وذول برشا خدمات مزيانه قدمتها اي اليوم عملنا يوم معناها نتاع فحص نتاع قسام النظر للصغيرات اللي نتاع مروان شفنا تقريبا 200 صغير تبع بها هذه دكتور الياس وانا دكتور شقرون شرفوا بك الياس تريمش نخدمه في سبيتار المستشفى الجامعي الجزاء قسم العيون جينا عملنا عيون اكسيون للجماعة المعوزة شفنا 200 شخص فرقنا 180 لونات احنا برشا امراض نقص نظر وبعد نظر كبير ما تشافوش حتى لثنا سنة ومتقلقين في قرايتهم الكل وما عندهمش المويا معناها ما عندهمش باش ياخذوا نظارات نجي الحق مع الشركه ذي الشركه في صفاقس يعطيهم الصحه يجيو يعطيو الكادر معناه واللي غير نتاعه مع جمعيه باهي يخرج قايس الصغير معها اليونات وتجيه للمكتب نتاعه يولي هكا يعرف كان ناقص ولا حاجه انا معناه وجهناه يولي يتبع لعينيه وكان ثم ضرر رجعت برشا صغيرات عنده محول ولا مشاكل في شبكيه هيك كنت نتبعهم انا في القسم نتاعي وكاهو ان شاء الله نعودوها اما نحبها منظمه معناها هي معموله للعبيد المعوزة الحق معناها مش تولي ما نجموش نشوفوا الناس الكل جاو ذولي اكثر من 200 جاو ما غير استدعاء استدعينا 170 جاو 500 ما تنجمش تشوفهم في نهار والحقيقه البارح تولي تطيح كاليتي دو سيرفيس قالوا باش نعملوا 300 قالوا باش نعملوا 300 انا اليوم ما نجمناش خاطر ناقصين افكتيف وناقصين ماكينات فهمت ما فوق ال 200 250 باهيه يتشافوا بالكدا ونعاودوها بليزيور فوا
منظمة خيرية. حتى مواطنين طالبون أكثر من نهار. نعم لا مش مطالبة، فما وقت وفما بيجي زادا هما من جيبهم راهما فهمت، هما يوفروا كل شيء جوست فوق ال 200 راهي ما تجيش بالاستدعاء. الناس الكل تفهموا بعضنا، نسبقوا اللي ما عندوش معناها إمكانيات، ما ينجم ما عندوش إمكانيات، ما ينجمش يشيل لونات، ما ينجمش يعدي، نسبقوا هاكم الحق. إذا كان كملنا ذوكم نتعداو الآخرين ما فيها باس. أي سامحني إذا كان تحب تجاوب عليه سينو. استغربنا وجود الأمن، معناها أنه ثم تعزيزات أمنية معناها لهنا. ولات الناس الكل تحب تعدي، حتى اللي عنده مرايات وعمالها شرطي، اللي حب يدخل ولده يعاود معناها، ولينا حق ما داريناش الزواولة وكاو في العادة معناها نفس المشكل. هيك معمولة العائلات المعزن شئنا أم أبينا. أنه مشكلة النظام قلقكم في خدمتكم قلقكم في خدمتكم. الناس تدخل قبل الصف قبل القطر وتساعد قياس غالط عاود رجع المريض ونحكي وش عن النظام لا غالب وكاو زيد. تتحسن لازم تحسن مرجي خير. لازم تتحسن، فما أمور تنظيمية الناس الأوليات تتفاهم، مش لازم يدخل مع الولي. أنا كنستحق ولي نادي لوحدي. سينو شدوا الصف صغيرات نسبقوا الصغير اللي مش يقرأ الصغير التاعب. كاو شوي صبر وكاو ربي. حبينا نشوفوا العيادات الداخل، شفنا مع الطب، حبينا نشوفوا مسألة التنظيم. يظهر لي كانت تطلب مجهود أكثر بسبب حضور عدد كبير من العائلات والصغيرات. عدد كبير ناقص مسألة تنظيم وصفوف. ما ثماش صف، مش منظمة الأمور. لازم تكون منظمة خير من هكا. النظام من الأول كان نظم الأول منظمة راهي بريك، ما مش منظمة. معلش الشرطة دخلوا. سلام عليكم، تعطيني كلمة الحياة فهم، حيدات الحياة فهم. عدد كبير اليوم جاوا من الصغيرات والعائلات باش يتابعوا الفحص هذا. عدد كبير، عدد كبير برشا بالطبيعة. تشوف أمور مش تعبوكم اليوم، تعبتكم والله. أنا بيرسونيل حتى نخدم، مانيش نخدم لهنا، جبت بنتي معناها تشوف التوا. والله غالب فمش نظام، فمش نظام. قبلنا 170 هما منادين ل 2000. جاو برشا. نادي 200 ألف واحد وتقول لي عندي كان 170. نورمال ما ينظموا رواحهم. جات الشرطة اليوم، جات الشرطة. جات ثلاثة كراهب باش فرخت خارج الدولية وقعدوا تلامذة. وصلوا للستار الصف وقالوا سي. وتوا التوبة تغسل خارج تروح. اللي بعدو باش نعملوا لهم، احنا واحد النهار كامل ضاع وقته سي. هذه منقط على الخدمة على الكراهية ونتوكل. المدارس وكيف شهاد حضور نورمال ما يدخلوا بال. انت عارف قداش كميه ستوك نورمال ما تعرف قداش مستقبل. كنت مخصص للعائلات المعزه. ايه نادي جات نادي عاري ولابس معوز ولابس عليه. كل جات الفروين كامله تصبت، من حتى الحواس كلها تصبت لهنا. برشا مش منظمة، مش منظمة. ما فما حتى نظام، ما فما حتى نظام، مرينا حتى نظام دخلت بعض. ما فماش نظام جملة تم تفصيلا، وهم حاسوا علينا بكل قالوا ما فماش دواء، ما حاسوا دخلت شرينا الدواء وجبناه وزاد هنا وما حبوش يدخلوا الناس من الخمسة ومن الأربعة نتاع الصباح تستنى جينا عن الهكا للحين ما يدخل حد ما يعدي ولدي ولا بنتي، حتى أنا ولدي وبنتي زاد. علاش الهكا ما فماش نظام؟ علاش؟ دكتور حنان الحليوي مديرة النهوض بالصحة بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، اليوم شفنا عدد كبير من الصغيرات والعائلات هذول جو للتمتع بالخدمة المتابعة المجانية لطب العيون في مركز الطب المدرسي والجامعي اللي يفتقر لطبيب عيون أكثر من عام. هكا هذول اللي حسب من عامين عن عامين ما ثمش طبيب، ثم سبب ما فماش طب.
فماش طبه جيب لي هذا، جيب لي تبيطه تاعو في الجلوزيه تاعو يدخلوا القروان طب المدرسه والجامعه. واه شنو اللي صار اليوم بالضبط؟ اليوم هو نحن نظمنا هذا اليوم بمناسبه اليوم العالمي للبصر اللي هو نهار 8 اكتوبر يوم عالمي. اتفقنا مع جمعيه فيزيون بورتوس اللي هما يجيو من صفاقس يجيبوا المدغيل بتاعهم ويجيبوا لي لونات ويجيبوا لي كادر، ونحن نوفروا الاطباء ونوفروا لي زاباري اللي يقيسوا بهم النظر. عملنا الليستينغ بتاع 200 تلميذ، 200 تلميذ على اساس اليوم جاء مش ناخذوا 200 تلميذ. ما على اليوم الصباح دحموا علينا العباد فيما قرابه 500 تلميذ ووالي، بعد تقريبا 500 تلميذ. دونك نحن ما عادش نجمو نخدمو كلبك الليستينغ هذايا، دخلنا القدامين دخلناهم وعداو ولباس وخرجوا ودونك خذاو قاسوا لهم لي كادغ باش يمشيو لصفاقس يتعملوا في المعمل، وبعدش يبعثوهم لنا ونحن نبعثوهم للمدرسة، والتلميذ ياخذوا اللونات بتاعو. هذه بالنسبة للصغار. بالنسبة للكبار عداو عند الطبيب، أما ما عندناش لي كادغ، أما عندنا في لي كادغ في إدارة الطب المدرسي والجامعي عند الدكتورة أسماء العامري، يتصلوا بالدكتورة أسماء العامري باش يعمل اللونات بتاعهم من بعد. دونك مرة يعني معناتها فوضى ما تتصورش، معناتها التجأنا إلى الأمن، ثلاثة دورات أمنية باش نجمت أن تغيز السيتياسيون، وحتى الأمن ما نجمهمش، فوضى، باش نقولك فوضى ما عارمة. حتى اللي نعرف مش متعودة الأمور هكا، مش متعودة هكا. لا مو خاطرك العامين ما عديناهمش، أنا حضرت قوافل كيما هكا، حضرت في الوسلتين، وحضرت في الحاجب، وحضرت بوحجلة. والناس تروح فرحانه، والناس كنت تروح باللي كانت بتاعهم، وفطروا الصفاقسيه للضيوف نفطروهم اللي هما تغشوا الصفاقسيه وروحوا حتى فطور ما زهمش، فطرتهمش اهو فطور محطوط تغشوا تاع تاعهم. والصغيرات ما عندهم ولا متعليه قالوا لي ما لا النظام لاو عليه، قالوا لي ما عادش نخدم معاك خاطر ما نظمتش اليوم كما ينبغي. خمس صغيرات روحوا ما عداوش انا التجأت اعطيتهم دي زوردونونس باش يمشيو للعيادات الخارجيه بتاع اللفته المو في قسم في الاغالبه، وباش نكلم لهم دكتور حمزه شقرون باش بالله كل ورقه تجي من عندي ياخذ يعدي له، وهما كي انفو عاد يجي الاداره الجويه ياخذ الكارت ان شاء الله حتى حد ما يروح بلا كارت. تعاودوها خير من هكا ما رجع ما عادش نخدم معاك خاطر الصفاقسي قالوا ما عادش نخدم معاك، ما عادش نخدم القروان، مع القروان ما عادش ندخل القروان. جات مزروبه يمكن جات ضغط. لا والله منظمه من قبل. اما ضغط برشا، الناس مكبوته، المكان يمكن زاد المكان. لا المكان كثر فيه سباسيو، في عندنا دي بيغو، عندنا واحد ما تلقاش خير منه، مساسين نعملوه في مدرسه، مساسين نعملوه في مدارس وطنجه. وهذا هو مركز معناتها كله بيروات وكله منظم، فهمت؟ خلص لك سؤال، الرساله اللي وصلت انه للعائلات المعزله. الحقيقة ما جاوش كاين العائلات المعزلة. جاو بيرسونيل. أما ما نجمش نفيق بهم أنا. من بعدش قالوا لي هذاك بيرسونيل، أنا ما نجمش نفيق بيه. تعداو الحقيقة، مش الحقيقة تعداو. ما عندي ما نجم نقول لك. خاش تحبني نعمل لهم أنا. شفنا برشا مواطنين يكافحوا في الفساد ويحتجوا على الفساد. أي حقه يقول لي هذا، يقول لي راهو هذاك بيرسونيل، راني أنا خرجت. قبل ما يدخل، أما مش بعد ما عدا يقول لي هذاك بيرسونيل، ما عادش نجم نعمل حتى أي وقت. تغشوا العباد. تغشوا، أنا عندهم الحق. عندهم الحق. كيفاش باش نتصلحوا الوضعيه؟ كيفاش؟ انا قلت لهم يجوني بعد جمعتين تلقاو حل. يعطيك الصحة. ان شاء الله نلقاو افضل مولوك للسونتر. حاجة مستعجلة معناتها امبيغاتيف، معناتها الصغيرات باش تقرا على روحها باش تنجح باش عاد قادمة على الامتحانات. كيفاش باش يقراو هما ناقصين الضر؟ كيفاش تقراو هما ينجحوا للجيش؟ فما حالات خطيرة شافت. شفت انا حالات خطيرة، فما ريت واحد يبكي لوناتو بتاعو كيفاش ملصقة بالوحدة الكحل بتاع الضو. راهو ملصقه منه تقول هذايا خرج من عهدك من عهد قديم برشا. امكانيات ناس ما عندهاش. يا ودي ما تصور انت ملصقه بتاع الضو هذاك. الريبورت بتاع الضو، ما قعدت بيته منين خارج هذا؟ طبيب هذا في تونس، هذا موجود في تونس. اي حكي لي انه ثم حالات استعجاليه معناها. استعجاليه فما حتى العاش يكون عنده قزاز في عينيه. عامله امراه طفل بنيه عامله اكسيدون وقزاز في عينيه. قزاز في عينيه. القزاز موجود في عينيه، ما لقاش كيفاش تمشي للفطالمو باش تعدي باش تنحيو للقزاز. ان شاء الله انتم كاداره جهويه للصحه تتدخلوا. والله ان شاء الله نلقاو حد افضل، لازمنا ندوروا للفطالمولوج اللي عندهم دي كابيني ونقرقوا بهم باش يعملوا كونفونسيون معنا.
هذاك الحل الوحيد، خاطر باش باش بور ريكروتي انا في تلمولوك ما فماش ناس في تلمولوك، كلهم خرجوا لفرنسا، خرجوا لالمانيا وفرنسا ما فماش. مشى للبريفي. مشى ولا مشى للبريفي على روحه، دونك الحل الوحيد هو نقعد كي نمشيو للبريفي نقرقوا بهم يجي يعملوا لنا كونفونسيون بساعه بساعه ساعتين من الزمان في النهار نمطي في الجمعه. وباش بالمواعيد شوف سامحني دكتوره ممكن معلومه لا غالبه كان فيه برشا طب وخرجوا مشاو لجهات اخرين خاطر الظروف في لا غالبه فماش ماتريال فما مشاكل وهربوا هربوا فما مشاكل في الغالب فالماتريال موجود فما مشاكل ماتريال قديم الماتريال موجود قديم لا عدينا الطب احنا كاذاعه الحياه فهم قالوا له قديم الماتريال باهي قديم لا قديم لا طب عنده جديد عنده جديد زيد عنده جديد, جديد. اما ما عندوش كفاءات عنده عندي بروبليم ريلاسيونيل بين بعضهم لا خرجوا خرجوا برشا طب خرجوا هاي قلت تقريبا 11 واحد خرجوا يودي خرجوا مشاو سوس على وين اه ماهوش مش مناسب ماهوش باهي هذا مش باهي برشا مش مشرف في مدينه قروان عديتوا كيفاش كيفاش ترى كيفاش شنو صار شنو صار بالضبط منين جيتوا انتم جيتوا من بعيد جينا عسلامه عسلامه من قروان من هنا قالوا لنا استنوا استنينا نلقوا خرج الاولياء البرا وتقعدوا العبد الكل مرصوصه فوق بعضها ما فهمتش حتى الاولياء اخي مش تعدي ما تلي مش عادي ابتدائي خاطر مصغيرات قالوا لنا ابتدائي سبقنا الابتدائي مش عاد قافله ولا شنو ولا مو حوايج ما مش نروحوا مش نروحوا بعد كي رجعوا بعد كي قالوا مش نروحوا مش نروحوا حسيتوا قعدوا يلعبوا بينا في الكوره ايه عديتي ولات ما عديناش حطوا لك الدواء في عينيك قاعدين لهنا واضح قطرت دواء في عيني الصغار ولدي قطرت له دواء وما عديت لهوش ما عديتش دواء انا شريناه بالفلوس شريته بالفلوس يعطيك الصحه هاي شريته شريته قطرت له دواء اليوم عنده موت بالواحد 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 يعني بالعربي ولدي قطرت له دواء وعنده موعد انا متابعه نتاع الصباح خرجوا لوين لوين شادوا الصف بلسلوا العباد وانا ولدي هاولا لتو ما عديش وعندو موعد اليوم منك قرايتي ونا منك خدمتو هان وهاولا عدا لحد شاي ومكتر الدوي خسرت عليا هاي ورقه ومشوا لا غالبه ها هي الورقه ومشوا لا غالب هذاك اش خسرت عليا ونا ولدي يراقب في سوس على راسي ومري ها ودو قطرت له دواي عينيه توجع فيه تحرك فيه ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس ربي يحفظك شنو صار من دو شنو صار ها الواحد تاكسييت جاي من بعيد ومن الصباح ويستنى وذايا اليوم ما نقت على قرايت اليوم ما مشيش فما حتى شيء ما عدولوش وما عملوا له حتى وجيت الدواء وكل شيء وحكايه فيها فما حتى شيء الواحد هكاك ضيع تو مره اخرى ان شاء الله تو مره اخرى تتحسن الامور.